رحيم. أنا جمال الدين حسين، صحفي في مجلة روز اليوسف ومجلة دلوقتي، مع الأخ صلاح أحمد، جايين للأستاذ محمود طه باعتباره مرشد الإخوان الجمهوريين. بنجري مع حديث نستوضح منه فكر الإخوان الجمهوريين، بالإضافة إلى بعض القضايا التي نريد استضاح رأيه فيها ورأي الإخوان الجمهوريين، والتي رأينا في حديث منشور في عدد إبريل في مجلة الوادي، كان كتبه الأستاذ شريف طنبل، كان بيتضمن عرض لكتاب أصدره الإخوة الجمهوريون حوالين رئيس الراحل السادات. بعض النقاط اللي نحب من خلالها نحن نقدم الإخوة الجمهوريون مش للقارئ في السودان لكن للقارئ في مصر من خلال مجلة الوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب استوضح من حضرتك المرتكزات الأساسية لفكر الإخوان الجمهوريين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة المهدية في الحارة الأولى، اليوم الثلاثاء 25 من يناير، في صباح اليوم، ونستقبل بعظيم السرور الأستاذ جمال والأستاذ صلاح، ونحاول أن نجيب على أسئلة جمال في ما يخص الفكر الجمهوري، المرتكزات الأساسية اللي بيقوم على الفكر الجمهوري. الفكر الجمهوري نشأ في منتصف الأربعينات، في أكتوبر عام 45، ودي كانت بداية نشوء الأحزاب الوطنية. الحركة كانت قبلا فيما عرف بمؤتمر الخريجين العام. مؤتمر الخريجين نشأ في أواخر الثلاثينات في سنة 38، وانضوينا فيه نحن كأفراد، وكنا شباب ناشئ ومقبل على حركة وطنية متفائل فيها خير كبير. عندما درجت المسألة بمؤتمر الخليجين لغاية أوائل الحرب الثانية، بدأ موضوع الحركة الوطنية يتبلور، والخريجين طالبوا حكومة الإنجليز في وقتها على إثر ما أعلنوه الحلفاء في سنة 42 مما سمي بوثيقة الأطلنطي. كانوا قالوا أنه المستعمرات اللي بتساعدهم في الحرب ضد الحلفاء ضد النازي، عندما ينتصروا الحلفاء بيعطوها فرصة في تقرير مصيرها. وعندما طالب الخريجون بأن تعلن حكومة الإنجليز هنا استعدادا لأن تعطي السودانيين حق تقرير المصير على ما جاء في وثيقة الأطلنطي، الإنجليز قالوا للسودانيين للخريجين، الخريجون السودانيون ليس من حقهم أن يتحدثوا باسم السودان، إنما يتحدث باسم السودان زعماء الطائفية وزعماء العشائر. وبدت الحركة تخرج من مؤتمر الخريجين لتتكون الأحزاب. وما ذكر طنبل من أن الأحزاب نشأت داخل الطائفية ده حق، وبالتحديد طائفتين، طائفة الأنصار وطائفة الختمية. طائفة الختمية اتحادية ميولة مع مصر، وطائفة الأنصار استقلالية ميولة مع الإنجليز. نشأت أحزاب عديدة من الخريجين الحبط سعيهم في المؤتمر، خرجوا ليكونوا في الأحزاب، فكانت أحزاب عديدة اتحادية وأحزاب قليلة أقل من ذلك لكن استقلالية بعضها. بعدها المسألة دي تبلورت في حزبين، استقلالي واتحادي، الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة. الحزبين ديل مشوا في اتجاه
الاستقلال والاتحاد. والاستقلال كان صديق للإنجليز وكان بيقول السودان للسودانيين، لكن الناس بيروا أنه الاستقلاليين عايزين يتخلصوا من المصريين ويتفقوا مع الإنجليز على خطوات نحو الحكم الذاتي، ولعله في طمع في أنه الإنجليز ينصبوا السيد عبد الرحمن المهدي ملك زي ما عملوا في شرق الأردن للأمير عبد الله. التهمة دي كانت قائمة، ونحن كنا برضو بنرى من الدلائل ما يدل على صحتها، وكان الرأي بالصورة دي. أما الاتحاديين فكانوا بيروا أنه لازم البلد يكون في اتحاد مع مصر تحت تاج الملك فاروق. نحن كنا بنرى أنه الوقت خلف الملكية في النظام كله، خصوصا بعد ما كان هتلر يطير في العروش في أوروبا في كل وقت وآخر، العروش تنهار والاتجاه ماشي لأن يكون الشعوب هي اللي تحكم نفسها في على أسس جمهورية. فنحن أول حزب نادى بالحكم الجمهوري، قلنا ولا مصر ولا بريطانيا، ولا تاج مصري ولا تاج بريطانيا، وإنما الأمر يعود للشعب ليكون حكم جمهوري ينتخب الشعب فيه رئيس جمهوريته وأسسه الديمقراطية الأخرى. كان برضو تجي المعارضة بأن الشعب ده متأخر ومتخلف وجاهل، وأنه ما يكون في استقرار سياسي إلا إذا كان الرأس الدستوري تاج ملك. والمعارضة من جانبنا إحنا ومن لرايهم ده كانت كبيرة عن المستقبل مش للملكية، المستقبل للشعوب. فالمرتكز الأساسي في الناحية دي الحكم الديمقراطي الجمهوري، والمرتكز الآخر هو يقوم بنفس المستوى ومضمن لذا أنه لابد من بعث الإسلام ليكون هو عمدة السير في تحرير البلد. الإسلام مبعوث من جديد، ويجي الكلام فيه أنه مش إسلام الأزهر، مش إسلام المعهد العلمي عندنا، مش إسلام القضاة الشرعيين، مش الفقه، أنه الأمر ده يعود لجوهر الأمر في بعث لا إله إلا الله جديدة خلاقة في صدور الرجال والنساء كما كانت في القرن السابع في شعب مكة. الأمرين ديل قائمين، السياسة أولا تتخلص من الاستعمار قبل ما تقدر تفصل في أمر نفسها في استغلال البلد، فمواجهة للاستعمار. والدين يجب أن يكون فيه بحث جديد. في الوقت ذاك نحن قلنا ما بنستطيع أن نفصل فكرة الإسلام اللي نحن عايزينه، لأنه أمر جديد بالمرة، ما بيقتبس من كتب الفقه ولا من كتب الشريعة، وإنما هي ثورة بلا إله إلا الله، دي ننظر فيها فيما بعد. لكن قلنا أنه الحركة الوطنية ما فيها الحماس الكافي في مواجهة الإنجليز، كيف الحقيقة أنها ما مؤسسة هنا. الاستقلاليين أصدق للإنجليز وما بشوفوا موجب لمواجهتهم، وبيروا أنه يمكن للإنجليز أن من خلال منشآت دستورية بدت فيما سمي بالمؤتمر الاستشاري لشمال السودان، عنده قوانين وعنده وزراءه، وبعدين بيفتكروا أنه بالحركة دي الإنجليز بيطوروا البلد للحكم الذاتي وما في موجب يزل المواجهة. الاستغلاليين موقفهم كان مهادن. الاتحاديين مشوا قعدوا مع مصر مع المصريين، ضيوف على المصريين في شيبرد في الكونتيننتال، وكانوا زي المفوضين ناس القراشي كان وقتها أوائل ما بدأ نواة الأمم المتحدة، وكانت في ليك سكسس، وكان النقراشي بيتكلم باسم المصريين والسودانيين، وكانوا الوفد هناك ليفوضوا وليساندوا ليعطوه المعلومات
عندنا هنا مؤتمر الخريجين الجزء الباقي منه في المساندة الوطنية، برسل لناس أزهر هناك المعلومات المطلوبة والإحصاءات المطلوبة اللي يزودوا بها النقراء اللي يتكلم نيابة عننا. بعدين كان فرض في مقاطعة لمؤسسات الإنجليز، المؤتمر الاستشاري لشمال السودان وجه بمقاطعة ومرق ميت، والإنجليز ما مطمئنين أنه يمكن أن يستهوي الناس. هم عايزين حاجة تجمع السودانيين، وحتى الاتحاديين يجوا من مصر ليتعاون فيها، كان ده الرأي. فقاموا عايزين يطوروا الأجهزة السياسية بتاعتهم الديمقراطية بتاعتهم لما سمي بالجمعية الاستشارية، كان جمعية في اتجاه القوانين والدساتير وحركة، يكون عندها نوابة وعندها وزراء. فبرضو المصريين نصحوا السودانيين هناك ليجوا ويقاوموا هنا بدل يكونوا قاعدين هنا، لأنه العالم ما سامع صوتنا. ورجعوا في الانتخابات بتاعت الجمعية الاستشارية كانت في معارضة. الشاهد أنه نحن لما شوفنا أن الحركة الوطنية ما فيها مواجهة للإنجليز، نحن بدأنا نواجه الإنجليز، وقلنا أنه في فراغ الحماس، فراغ الحماس ده نحن بنقدر نملاه، فراغ الفكر قليل وقت متأخر. واجهنا الإنجليز مواجهات اقتضت أنه نحن نسجن. الجمهوريين كانوا أول السجن في الحركة الوطنية سنة 46. فيما بعد لحقت الحركة الوطنية في الحزب الاتحادي، جات في المعارضة، وبدوا السجن الوطنيين يكسروا في سنة 48 ولا قدام. يعني احنا اتجهنا لأن نبرز تفاصيل دعوتنا الدينية، وكانت بداية الدعوة الحاضرة أنه بعث الإسلام بيقوم على حسب البشارة النبوية ببعث السنة. أيوة.